أعزائي الفلاح، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أهم ما ميز هذا الأسبوع. أريانا غراندي حامل. ربما تنتظرون أن أؤكد لكم أن أريانا حامل، لكن لا، لا أحد يعرف هذا الشيء. كما تعلمون، ظهرت أريانا في كليب جديد لأغنية God is a Woman الذي أطلقته في 13 من يوليو الماضي، لكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل. لكن ما أثار الانتباه أكثر من الاسم هو مشهد لها وهي ببطن منتفخة، مما دفع المتابعين إلى التساؤل، هل تلمح لنا إلى أنها حامل أم أنه فقط مشهد عادي في الكليب؟ والذي قالت أنها تشير فيه إلى القوى المذهلة للجسم الأنثوي. ما رأيكم أنتم؟ هل تظنون أنها حامل؟ يذكر أنها تبلغ من العمر 25 عاماً، وقد تقدم لخطبتها الكوميدي بيت ديفيدسون. وأمس نشرت صورة واضحة لخاتم خطوبتها الذي يساوي أكثر من 100,000 دولار، وبدا واضحا أنها أضافت وشما باسم بيت في أصبعها، وهو السادس لحد الآن. بيونسي عبرت عن سعادتها وفرحتها بفوز الفريق الفرنسي على كرواتيا في نهائي كأس العالم لهذا العام، حيث نشرت صورا على حسابها الرسمي على إنستغرام وهي تلوح بالعلم الفرنسي وسط الجمهور في المدرجات. يذكر أن فرنسا فازت على كرواتيا ب4 أهداف لهدفين. وللمزيد من التفاصيل الرياضية ستجدونها في مقطع جديد على قناتنا سوسيا سبورت تحت عنوان أهم لحظات المونديال، لا تنسوا أن تشتركوا فيها، نحن بانتظاركم. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، نحبكم.